مساكم الله بالخير. 13/6 تسجيل من جوجل بيكسل 2 XL. شغل لكم لو انتم مجرمين هذه مثلا ولا ما راح تفرق حيل، ما راح تفرق حيل. اذا في احد عنده اضاءه للتصوير للهاتف ما يخليه يعطي الوان، لان الاضاءه الصفراء عندي لازم تغير، يعني للتسجيل مناسب للتسجيل، اللي عندهم خبره بالكاميرات يبلغني من وين نقدر نشتريه نطلبها. ذكرت انا سالت واحد، اذا تذكرون الاضاءه الذكيه، فيها الاضاءه الذكيه فيها امر يخليها غبيه، بان ما لها مكان. لاحظت كميه الخدوش، يعني ما لها مكان. شوف السقف عندي مثلا، يعني هو جاهز راكب وجاهز، فهذه الاشياء ما لها مكان عندي الا انك تركب لها قاعده مثلا. بشوف موضوع تركيب قاعده، لكن حاليا يعني ما ادري ايش اقول لك، يعني ما لها مكان. فيكم نفس الاسلوب القديم اللي هو القاعده والشرح الخارجي على الهاتف، يعني انا قاعد حاليا قاعد اشرح نوفا، طريقه تفعيل نوفا على اكمل وجه. نوفا يحتاج عدد كبير من الصلاحيات، وخصوصا هواوي، خصوصا الاجهزه اللي فيها واجهات ثقيله، شاومي مثلا. فما ادري القاعده والشغل قبل. في زر متحرك يمين يسار، انا قاعد اطالع من اليوم، قاعد اقول ما له مكان باندرويد اليوم هذا، شايف؟ وهو اللي حل ازمه الاجهزه القديمه اللي كانت بالشكل هذا يمين يسار. فمع دخول هذه السلسله افلست اي ميت. كنت انا متواجد معرض جيتكس ذاك الوقت، او جايتكس على حسب التسميه، وكان جروب متعدد الجنسيات هم المسؤولين عن اي ميت، لان كان الوكيل بالشرق الاوسط. هو اصلا المنتج هذا مبني على اتش تي سي اسمه اي ميت، افلست الشركه بعد السلسله هذه. رحت بقول لهم شويه نقاط عندي انا، يعني تحسن منتجهم، النفسيات تعبانه، قلت لي بس راح تفلس الشركه. وذكرت بذاك الوقت ان الشركه راح تفلس، وتوقع خلال 6 اشهر افلست. افلست قبل الازمه العالميه بشويه، لا تقول الازمه العالميه اكثر، هي قبل الازمه العالميه افلست. فهي شركه افلست بسبب العناد هذا. يعني شنو ما تسمع؟ يعني جمهورك شنو يعني ما تسمع؟ في مشروع قاعد انقحه حاليا، يعني قاعد اراسل، راسلت مايكروسوفت كوفي، هو اندرويد كوفي. وفكرته بانك تدخل قهوه متطرفه لاندرويد، بعدين قلت خلينا نوسعها شوي، نضيف لها مايكروسوفت مثلا. في مايكروسوفت كوفي برلين اذا مرت عليكم، راح يكون نفس الاطار لكن على اندرويد. المفروض ان احنا نعرض احدث منتجات اندرويد، والمرة تشرب عندنا أفضل أنواع القهوة نظراً لأن جمهور التك يحب القهوة. المفروض أن القهوة هذه تجمع مجتمع أندرويد فقط، ممنوع دخول أي منتج من منتجات أبل. يعني راح يكون مذكور في الخارج يمنع دخول منتجات أبل، وراح يتم طردك إذا كنت داش منتج أبل، وراح ناخذ فيها تصريح يعني ماشي فيها أنا شنو إجراءها القانوني هذه. يعني ممنوع دخول منتج أبل. أيضاً المفروض أن في تعاون بيننا وما بين الأحداث الإيفنت اللي موجود عند أي شركة كلايف إيفنت، يكون بيننا وبينهم تعاون، انترنت سريع مع شاشه كبيره مع هاشتاج معين، المفروض يغطوننا مع كاميرات في ار. فللحين المشروع حاليا في مرحله العصف الذهني. فاصل، اليوم هذا راح يكون مسحوم قبل العيد، مراجع ان شاء الله اذا في فرصه. صباحكم الله بالخير، شكرا جزيلا لكل من دعا لي في هذه الليالي اللي طافت. يعني وصلني كثير من الرسائل، يعني انا عاجز عن الشكر، لكن عسى الله يكتبها يعني لي ولك ولكل المسلمين. AMD عندي قريب لي لابتوب في تأخير، فطلب مني اني اسرع اللابتوب. فاول ما شفت اللابتوب قلبته، فتحت الجهاز، زدت الرام، غيرت الذاكرة الداخلية لـ SSD، وشغلت الجهاز. الجهاز لا زال بطيء، ما يصير يعني في شي خطأ. وين الاشكال؟ AMD بروسيسور. حدثنا درايفر، برنامج مدفوع الحين راح اسوي له اكتيفيت، تخفيف كامل ريجستري، وريتكم طرق التخفيف. الجهاز عليه SSD سريع مو عادي، لعبت فيه لعب الجهاز يعني، وراح احط له برامج للتسريع احتياطا، ولو ان الوضع اليدوي بالنسبه لي افضل. لكن AMD اخر مره انا مر عليه جهاز طفى من الحراره كان HTC، هذا اللي شووا عليه لحم. يا جماعه شووا عليه لحم، تلقون على اليوتيوب في ناس شاوين عليه لحم. هذا مر على HTC ماشي ألمنيوم ومعالج 810. هذا الجهاز يطفي من الحرارة، يحتر بعدين يطفي، اضطريت أحط له مروحة. الجهاز بدأ يعني يمشي وياي لما حطيت له مروحة، ولعبت فيه لعب بالريجستري، وحذفت كل شيء بالحياة. شوف الستارت ريجستري أوريك إياه، ورفعته ويندوز 10 برو ويعني بهدلته. يلا
عندي مشكلة والله بحاول أتعالج منها يعني. أنا إذا فصلت على الجهاز فصلتي قشرة يعني. فأنا مقرر إن الجهاز هذا يكون سريع. أنا قررت. بس AMD عجز لي. هو يخسي طبعًا يعني أنا جاي. بس راح يأخذ مني وقت أعلى من إنتل. راح أسوي بإذن الله حتى لو أنا مع الطاولة. هذا الجهاز بإنتل أندرويد أسرع من الجهاز بAMD 10 جي بي رام SSD بAMD. اللي هو A6. أنا اشتريت مجموعة أوفيس توني اللي طلب البائع ما بائع. مشكلة البياعين هذول إنه هو مو رسمي فيبيع وينحاش. لقيت واحد أنا اشتري، طبعاً في بعضهم يطول على ما يرد عليه، في بعضهم يرد عليك رد تلقائي يكون عنده سيستم. اللي رد عليه رد تلقائي البائع التالي. شوف موضوع الأكتيفيت، أكتيفيتد كلوز، تم التفعيل. يعني اللايسن تبع هذا الشخص اللي دزيت لكم هذا هو شغال عندي. account activated. قبل لا اختم خلنا اوريكم شوية ترتيبات سويتها، يعني اظن انها جيدة، يعني ممكن تلفت انتباهك لامر. يعني مفروض ان هذه تنحط ركبت انواع الماوس، شواحن، الراوترات الصغيرة، اسلاك التايب سي، مرفقاتها، هارد ديسك في تكمله راح اكملها، انواع الرام والام 2 والام ساتا والقطع الصغيره غير معروفه، هني الاسلاك، هناك الراوترات اللي الحين ما ضبطنا امورهم، وهني الوايرات ما تم ترتيبها للحين، والوايرات القديمه، وعندنا المكتب اللي مفروض اسجل عليه. هذا قلت لكم قصه الماء القلوي، ما ادري مر عليكم الفيلم اللي الناس يحوشون مضاع في الجسم، يصير عروق زرقاء بالجسم. والماء القلوي مع مالتي فيتامين عندي اكله دائما حول ايديني للون الازرق، العروق كلها لونها ازرق. فقلت يمكن انا حلمان، او يمكن مثلا مو نايم عدل، سهران اصلا كنت، في شيء خطا. طالع ايدي العروق كلها باينه ولونها ازرق نفس الافلام. بعد بدقائق استفهامات براسي في واحد كلمني على سناب قال ترى دير بالك ترى الماء القلوي يفسد الدواء. شو عقب يعني عقب ما تحولت سنفور؟ انا شوي بالغت يا جماعه، اخذت ماي زمزم وغليته، بعدين اخذت الماي المغلي حطيته بماكينه التأيين بدون لا يغلي طبعا بعد ما برد شويه، بعدين تأين الماي اخذته غليته مره ثانيه، بعدين اخذته حطيته ماكينه قهوه، بعدين شربت قهوه عجبتني فشربت 3-4، بعدين انسم بدني يومين. يلا زاد الضغط على السي بي يو. شوف الوضع، شوف انا عايش وياه، هذا انا عايش وياه، بس شنو، لان ما ابي ازعجكم. فراكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا شمر عنيدين ونفصل على هذا.